جونتينث هي الجمع بين جون حزيران وناينتينث التاريخ 19 يعني، ولذلك هذا التاريخ بالنسبة للسود في الولايات المتحدة له مغزى خاص كما ورد بأنه تاريخ إعلان إنهاء عبودية السود، ولكن هناك فقط 47 ولاية تعترف بهذا يعني التاريخ وتحاول الاحتفاء به، ولا يوجد عيد فيدرالي بتحرير السود في الولايات المتحدة، وهناك محاولة الآن في الكونغرس لاتخاذ قرار في هذا الأمر، تقديم مشروع قرار، لا ندري مدى استجابة الجمهوريين له، ولكن على أي حال الزخم لاعتبار هذه الذكرى أساسية يبدو أنها الآن في موضع الصدارة. مسألة إزالة التماثيل تشكل نوع من التعبير الذي اتخذته هذه التظاهرات لمحاولة تغيير التاريخ الثقافي للولايات المتحدة، ومحاولة تصويب وتصحيح هذا التاريخ أيضا بالتركيز على هذه الرموز.